السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم غنوجدوا فقيقسات مالحين بمناسبه عاشوراء. الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وباش ما كتمنوا. ندوزوا لطريقه التحضير مع المقادير. كيف ما كتشوفوا معنا عندنا واحد معلقه صغيره ديال بودره البصل، ومعلقه صغيره ديال بودره الثوم، ومعلقه صغيره ديال المطرد، والملحه، شويه البزار، شويه سكينجبير، جوج دامات ديال الفرماج، وجوج معلقات كبار ديال الزبده، واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. ولكن اللي بغى يضيف زيت نباتي يضيفها، واللي بغى يخلطهم بجوج يديرهم بجوج. المهم هنا عندي انا جوج بيضات صغار، اللي عنده البيض يكون كبير يدير غير بيضه واحده كبيره. صافي كيف ما كتشوفوا معنا غادي نخلطوهم، نحاولوا نخلطوهم مزيان حتى يندمج الخليط، ما تبقاش الزبده باينه ولا. المهم غادي ندمج الخليط مزيان، ديك الساعه نضيفوا الدقيق. اللي بغى يخلطهم بالخلاط يخلطهم، ماشي مشكل. اللي بغى يديرهم بيديه من الاحسن، حيت كتحسي بها واش تخلطات مزيان ولا لا. المهم كيف ما كتشوفوا معنا غادي نبقاو كنخلطوا مزيان حتى يندمج، ونضيفوا عليه هاد الياغورت طبيعي يعني مسوس، واللي ما عندوش الياغورت طبيعي يدير كاس ديال الحليب. وبالنسبه للخميره، كاين اللي كيدير الخميره الفوريه ولا الخميره المعجونه، وكاين اللي كيدير غير الخميره ديال الحلوه. انا غادي ندير غير نص باكيه ديال الخميره ديال الحلوه. كما كتشوفوا معنا ضفت 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق من بعد ما غربلتو، زدت الرابع تقريبا. هي كنشارك معكم شحال خدات معايا ديال الدقيق، وهذا الكاس اللي بقى درت فيه نص باكيه ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نضيف نص كاس ديال الماء ديال العنبه تقريبا. صافي كنجمعها مزيان، نقسمها على 3. وكيف ما كتشوفوا راه رطبه، ما بغيتش نقصها حتى نضيف النكهات عليها، وديك الساعه غادي الى خصها الدقيق نزيدها. عندنا العجين الاولى، غنضيفوا لها هذه النكهه ديال الخرقوم والزيتون الخضر ولا مطرد. والعجينه الثانيه غنضيفوا لها تحميره يعني بابريكا ومطيشه المعلبه والهريسه يعني الحار. والعجينه الثالثه غنضيفوا لها الزعتر والفرماج الحمر محكوك والزيتون كحل. نبداو على بركة الله. المهم هنا عندي العجينة قليلة يعني ماشي ديال القياس، معلقة كبيرة ديال الخرقوم، نقصت منها درت غير النص. صافي ولا مطرد والزيتون الخضر مطحون مزيان يعني مقرد مزيان ولا مطحون، المهم ما يجيش باين بزاف. صافي هنايا راه بان لي بان خصها الدقيق، ضفت لها الدقيق حيت ملي كتزيدو الزيتون كيكون فيه الماء يعني ما كيخليش العجينه كيف ما كانت، ضروري خصك تزيدوا لها الدقيق. صافي كتدخلوه مزيان في العجينه حتى كيندمج حتى هو ما يبقاش باين، ونخليوها ترتاح واحد ربع ساعه في الثلاجه. وهنا غادي نضيف مازال واحد معلقه ديال المعدنوس طري كيجي فيه لذيذ حتى هو. صافي ونخليوها ترتاح في الثلاجه، ونعاودو ندوزو للعجين الثانيه
نضيفوا لها زيتون كحل والزعتر والفرماج، يعني النوع الفرماج اللي كان احمر ولا الموتزاريلا اللي كان. صافي نحاولوا ندخلوه مزيان مع في العجين حتى يندمجوا. ولا لقينا خاص الدقيق نضيفوا ليها شتي كيف ما كتشوفوا، راه باقي خاص الدقيق. صافي كنجمعوها بواحد شويه ديال الدقيق ونخليوها حتى هي ترتاح. دوزو العجين الثالثة، نضيفو ليها النكهات الحار و لاصوص دماطيشة معلبة و التحميرة. كيف ما كتشوفو معانا يعني المقادير ساهلين بساط و الخدمة ديالها ساهلين، يعني الواحد مرة مرة يوجد بحال هاد الفقيقسات مالحين. هنا خديت ورق الزبدة وطلقت فيه العجين، وحتى لما كانش ورق الزبدة ممكن يتطلق غير في سطح العمل وتهزيه وديريه في الطاوة عاد تبدأي تقطعي، والسمك ديال العجين يكون رقيق ما يكونش غليظ باش ما تجيش معجنة، يعني خصها تكون مقرملة مقرمشة. يعني كيف ما كتشوفوا معنا السمك ديالها رقيق، وهنا غتشكلوها كيف ما بغيتوا تقطعوها كيف ما على ذوقكم. الا كانت جراره كتلصق لكم بحال كيف ما دارت لي هنايا، كديروها في الدقيق وداك الساعه كدوزوها كدوز بكل سهوله. اللي بغى يديرهم هكا خطوط طوال، اللي بغى يديرهم مثلثات، يعني ليكم الاختيار. صافي غادي نديرها في الطاوة ونشعل الفران، نحطهم يعني حتى يطيبوا من التحت على نار مهيلة ونحمرهم شي شوية مازال من الفوق. صافي ماشي ضروري خاصك تحضيو معاهم، يعني هما ماشي بحال الخبز ولا الحلوة ولا في ساعة كيطيبوا يعني دغيا دغيا. صافي كيف ما كتشوفوا درنا عاوتاني العجين الثانيه، دابا دزنا نديروا العجين الثالثه حتى هي غادي نديرها هذه غير خشيبات يعني رقاق على شكل خشيبات.
صافي كيف ما كتشوفوا معنا هنا ساليت العجين الثالثه، وكيف ما كتشوفوا هما ملي كيخرجوا من الفران كيخرجوا محمرين هذا الشكل ديال الفرماج والزعتر والزيتون الكحل. وهذا هو الطبق النهائي بالصحه والراحه، ونتمنى تجربوه ويعجبكم، راهم لذاد وكيوجدوا بسرعه وتعجبوا الدراري الصغار وحتى الكبار. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتجربوا هذه القريشلات ويعجبوكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، والى اللقاء، مع السلامه.